حتى هذه اللحظة، وهو كان واقف فعلا قدام اتوبيس النادي الاهلي. ان شاء الله هيتحرك كمان دقايق كده، واحنا كنا شايفين في الخلفية مع عمر بعض اللاعبين اللي خلاص بيتوجهوا للاتوبيس الخاص بيهم عشان يروحوا للمران المسائي. في كل الاحوال بنشكر زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين على هذه التغطية المميزة، وبيقوم بمجهود كبير جدا جدا في الحقيقة هو وزميلنا العزيز ايضا كريم احمد. طيب خلينا نكمل اخبار النادي الاهلي هناك، وزي ما قال عمر كده وكان بيتكلم على التدريب الصباحي النهارده، كان فيه كمان تقسيمه قويه جدا مع نهايه المران الصباحي النهارده، ودي كان مخصصها مستر مارتين لاسارتي مدير فني النادي الاهلي، وكانت تحت اشرافه بكل تاكيد، وكان فيها جديه واضحه جدا جدا على اللاعبين وحماس كبير جدا خلال هذه التقسيمه. الكل بيحاول طبعا ان هو يثبت نفسه خلال الفتره دي عشان يكون متواجد في الماتشين المتوقعين للنادي الاهلي في بطوله الدوري، سواء امام المقاولون العرب او نادي الزمالك. عمرو السوليه طبعا احد نجوم النادي الاهلي كان ليه تصريحات النهارده مهمه جدا مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وقال ان احنا قدامنا 180 دقيقه من التركيز والاخلاص وجاهزون لحسم اللقب. عمرو سليه لعيب مميز جدا جدا جدا، وللاسف الشديد ايضا من احد العناصر اللي الكل كان مستغرب هو ليه مش متواجد في منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، لكن يعني اللي حصل حصل. لكن مهم ان عمرو سليه بياكد ان الفتره الجايه النادي الاهلي مستعد بشكل كبير جدا جدا للفتره الجايه، ومهم جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نفوز في مباراتي المقاولين والزمالك عشان نحسم بطوله الدوري. هو تطرق كمان لان احنا في الاول ابتدينا بدايه صعبه، بدايه الموسم خالص ما كناش معانا كم جيد من النقط، وده كان ادى ان احنا مشينا بشكل صعب شويه في البطوله. قال في نفس الوقت كان عندنا عدد كبير جدا من الاصابات، لكن احنا كلاعيبه النادي الاهلي عارفين احنا بنرجع ازاي، وعارفين ازاي هنقدر ان احنا في الاخر نفوز بالهدف بتاعنا اللي احنا دايما بنكون مركزين عليه. ده كلام عمرو السوليه، وقال ان احنا عندنا اهداف كتيره جدا في مختلف البطولات مع النادي الاهلي، وطموح اللعيبه بشكل كامل معروف واهدافهم معروفه بشكل كبير، ان اي بطوله احنا عايزين هنخوض فيها طبعا المنافسات ان شاء الله هيكون هدفنا الاساسي ان احنا نفوز بيها، وده دايما طموح النادي الاهلي وجماهيره. وتطرق عمرو السوليه كمان لجزئيه المنتخب الوطني وتعليقه على استبعاده من بطوله الامم الافريقيه. قال انا يكفيني، قال ان هو طبعا كان نفسه يكون متواجد في منتخب مصر، لكن يكفيني ان كل الخبراء وكل الجماهير الناس كلها كانت مستغربه ان انا ليه مش موجود في معسكر منتخب مصر ويا بطوله الامم الافريقيه. قال في كل الاحوال انا هجتهد جدا خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي عشان ان شاء الله انضم مره اخرى لمنتخب مصر في ما هو قادم من فترات او منافسات عديده للمنتخب. وقال ان هو حزين طبعا على خروج منتخب مصر من بطوله الامم الافريقيه. لعيب مهم جدا عمرو السوليه، ومن احد اللاعبين او احد الركائز الاساسيه في صفوف النادي الاهلي. طيب دي كانت ابرز واهم اخبار النادي الاهلي. عندنا اخبار كتيره جدا جدا على بطوله الامم الافريقيه، خلينا نروح نشوف اهم هذه الاخبار في الصحف ايه. يلا بينا.